عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوف القناه بتاعتي، بليز ما تنسيش تشتركي فيها، واهم حاجه تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد انا بقدمه في القناه بتاعتي. يلا بينا نبدا الفيديو. اولا الفيديو ده مش متحضر ان انا اصوره بوشي خالص، زي ما انتم شايفين كلبسه البيجامه بتاعتي عادي، وعامله تسريحه البيت عادي خالص، يعني مش حاطه حاجه في وشي، وسامحوني طبعا على المنظر ده. بس انا قلت بدل ما انا مثلا اقعد اكلمكم كده من ورا التليفون، اطلع اتكلم معاكم شويه بما ان انتوا وحشيني جدا جدا جدا. طيب النهارده هنتكلم على منتجات خلصتها، وهل هرجع اشتريها تاني ولا لا. طبعا انا بعمل لكم الفيديو ده كل شهر، لان انا ما بستناش لما اجمع برودكتس كتير. اول ما بخلص كميه محترمه من البرودكتس بطلع اعمل لكم ريفيو عنها كلها. تمام، في برودكتس هاخد لكم كده ريفيو بسيط، لان انا هعمل لها فيديوهات مخصصه، لان دي حاجات بتبقى فيها تفاصيل كتير جدا، فانا مش عايزه الفيديو يوسع مني قوي. تمام، هحاول كده انقل لكم كل اللي انا عارفاه عن المنتجات دي عشان البنات اللي عايزه تشتريها وخايفه، او البنات مثلا اللي نفسها تشتري حاجه وهي وحشه وانا عايزه اقول لها لا ما تشتريهاش. تمام، يلا بينا نبدا الفيديو. كل واحده على اليوتيوب بتطلع تقولي يا مايل صندوق الازرق، الصندوق الاسود، انا بقى معايا الكيسه الزرقاء، ما بشيلش صناديق عشان احط فيها البرودكتس بتاعتي. انا مامتي اصلا بتقول عليها زباله. يلا يا لهوي، ايه اللي محطوط هنا ده؟ ده انا بعمل كده ولقيت كميه باودر طلعت. انا اخواتي رامين سكر جوه ولا ايه؟ يلا اول حاجه خلصتها الشهر ده، وهي المجموعه دي اللي هو الشامبو والكونديشنر بتوع بروسكا. ده الشامبو وده الكونديشنر بتاع بروسكا. الشامبو والكونديشنر دول بتوع الشعر اللي هو معمول بروتين. تمام، هي زيرو صوديوم زيرو سلفات، مفيهاش اي مواد كيميائيه كبيره انها تضر الشعر. المجموعه دي تنفع للبروتين وتنفع للشعر المصبوغ. تمام، لان هي مش بتضيع ولا بروتين ولا صبغه خالص، لانها خاليه من الصوديوم والسيليكون والسلفات وكده. الشامبو بتاع روسكا بصراحه عجبني جدا، يعني اعتقد انا جربت شامبو كتير جدا جدا جدا، وقريب قوي هعمل لكم ريفيو عن كل الشامبو اللي انا استخدمته، ايه احسن واحد فيهم لحد الان. تمام، ده بينظف فروه الشعر كويس جدا، بيجيب نتيجه في ان هو مثلا بيرطب فروه الشعر بيخليها ريحتها حلوه، وبينظف القشر يعني نوعا ما، يعني مثلا نوعا ما مش تماما، بس لو ظبطه عليه. تمام، ده بالنسبه للشامبو، وبرده استنوا الريفيو المفصل بتاعه. بالنسبه للكونديشنر يعني ما كانش احسن حاجه في الترطيب، يعني مش هعيده تاني. بس انا لو لقيت الشامبو بتاع روسكا لوحده ممكن اعيده تاني لو ما لقيتش قدامي اي شامبو حلو. بس البلسم بتاع روسكا لا، مش هشتريه تاني خالص، لانه ما كانش بيديني اي ترطيب خالص، وانا شعري الفتره دي جاف جدا، بالذات كمان ان احنا في الشتاء محتاجين حاجه ترطيبها عالي. بعد كده خلصت الليب بالم دي من ماي واي اللي هي بالبطيخ. انا الحقيقه ان انا يعني الليب بالم ذات نفسه اترمى، فما مش فاضل منه غير العلبه، فهي دي العلبه بتاعتها. انا الاضاءه وحشه جدا، انا اسفه، انا اسفه النهارده، يعني في لمبه تالته المفروض تكون متركبه بس مش موجوده، فسامحوني بقى ان شاء الله هركبها. حاجه ما تقع مني اهي، ده شكلها. دي ب10 جنيه، الترطيب بتاعها مش احسن حاجه، بس بحب روايحها قوي عشان كده بعيدها تاني، بس ان شاء الله مش هعيدها تاني خالص. بعد كده طبعا انا ما بخلص ميك اب خالص، زي ما انتم شايفين انا ما بحطش ميك اب عشان اخلص الميك اب. ده الايلاينر اللي هو القلم بتاع ام ان، عايزه اوريكم شكله وما خلصتي، بس انا قررت ارميه. يعني اهو السواد بتاعه حلو جدا، يعني جدا جدا، بس انا مش بستخدمه خالص، فقررت ان انا ارميه، يا اما هديه لمامتي. بعد الفيديو ده هوريها كده الشكل، ولو هي عايزاه هديهولها بدل ما ارميه. دي كانت السبراي بتاعت
دارك نايت دي رجالي خدتها من خطي باش نعمل لك ريفيو عليها، حلوه قوي بحب ريحتها جدا على فكره، بس دي اعتقد الكوبي يعني انا ما اعتقدش انها الاوريجينال، يعني كنت جايباها يعني 50 جنيه، بس مش عارف مش احسن حاجه يعني هي، بس ريحتها حلو بس مش احسن حاجه في الوجود برضه. البادي لوشن ده من لافيستا من ماي واي، بصوا اي بادي لوشن من ماي واي ريحه البرفيوم بيبقى حلو بس عايش شتا عشان مش بيمتص بسهوله خالص في الصيف يعني خالص. استنى بقى عشان الدنيا متبهدله خالص وانا مش عارفه اعمل ايه. بص دي ازازه التركيبه كنت عاملاها من المنشيه سوريه، انا جربت كام تركيبه سوري بس للاسف معرفش اسميها، اساميهم صعبه جدا، بس معا لتحقيق العداله السوريه ثم المصريه، نعم للبرفانات السوريه، نعم للتركيبات السوريه، نعم لكل الكلام ده، انا اوافق وبشده على كل التركيبات السوري، روحوا اعملوا تركيبات سوري، مش هقول اكتر من كده. خلصت المخمريه دي اللي هي بتاعت الفيحاء من ماي واي، كانت كويس من الروائح الشرقيه حلو. عارفين الحاجه اللي مخلصاها المره دي اللي هو خلصها اللي هو برمي نصها يعني لو انتم ملاحظين يعني عايزه اتخلص منها. بصوا بقى الاسوره دي محدش يجيبها، اسوره ياسمين صبري دي محدش يجيبها، دي تلبسيها مره مش هتعرفي تقلعيها بقيت عمرك صدقيني، هتتكلبشي فيها عشان كده انا هرميها. هتقولي حاطه المنتجات اللي انت خلصتي، خلصتها خلصت من حياتي، خلصت ما خلصت انا هرميها. ده معجون اسنان سنسوداين اللي هو بتاع التبييض ده هعمل لكم ريفيو عنه، استنوا الريفيو بتاعه مقارنه بينه وبين سيجنال اللي بالفحم في التبييض، تمام استنوا الفيديو ده. وخلصت الديودرنت ده من سبيرنج من ماي واي، حلو وهفضل اجيبه لحد باقي عمري ومهما تقولوا لي عليه هفضل اشتريه، حلو جدا اهو واقع حسبتوني اهو. خلاص واحد منه كمان اللي هو بالزبادي ده، ولا بيسمر ولا بيجيب اورام ولا بيعمل اي حاجه، كل الاشاعات اللي عليه مجرد اشاعات هاتوه. وخلصت كمان الماسك الليلي ده اللي هو سليبنج ماسك، استنوا بقى من كيس بيوتي الماركه اللي هي الكوري. جماعه والله العظيم اضاءه وحشه جدا صدقوا متضايقه، اهو ده شكله. هعمل لكم ريفيو عن المنتجات الكوري اللي بستخدمها الايام دي وهل نفعت في بشرتي الجميله النقيه ولا لا، تمام استنوا بقى الفيديو ده برضو. بعد كده خلصت المناديل دي، رجعت اشتري مناديل تاني اللي هي الجاهزه كلهم من موجه اللي هي الشكل بتاع موجه ده، حلو حلو بس مش احسن حاجه برضو. وبس كده يا حلوين، اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، متنسوش اهم حاجه لايك للفيديو ده واشتراك وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه بتاعتي. باي.